ضعف ما عاد بش لاجش ولا دولة قد هيكلوا كل حتى لما جيت تشوفوا الدبابة قدامنا المهم عندي بعد الضربة أعلن أنه بعد مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف السياسية بما فيها أنصار الله تم التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الحالية بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ونحن الآن بصدد التحضير لترتيبات التوقيع هذا الاتفاق سيشكل وثيقة وطنية تدفع بمسيرة التغيير السلمي وترسخ مبدأ الشراكة الوطنية والأمن والاستقرار في البلاد. لقد عانى اليمنيون طويلاً من العنف والاقتتال ويؤسفني استمرار إراقة الدماء خصوصاً بعد التوافق على مخرجات تاريخية في مؤتمر الحوار الوطني. حان الوقت الآن لتجاوز المصالح الضيقة وتغليب المصلحة العليا والعمل بمسؤولية على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبناء الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون.